في رحابة الشمال تحديداً ملعب العروبة الذي استضاف نادي الوحدة على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. الترقب أماني بعيون الأطفال والكبار، والنشيد الوطني خفاق أخضر. الحكم مشعل الشهري يشعل اللقاء بصافرة. المباراة تنطلق بخشونة من جواد وبطاقة صفراء للوحدة. الطول الفارع ورأسية جواد لا يسجلان هدفا للوحدة. المدافع العرباوي الحنيطي وكأنه في مناورة يتهاون في الكرة ويخطفها فيصل. لا هي عرضية ولا تلك هي التسديدة. وعلى أقدام الهولندي كرويج أيضا الهدف لا يأتي بالاستعجال. إيقال هذه المرة برأسية، الرويلي يبعدها في لقطة جدلية. الكرة تجاوزت الخط أم لا؟ الحكم مشعل بعد مشاورة الفار لا يحتسب الهدف. قبل نهاية الشوط الأول، الهجمة الأولى للعروبة عبر نوكو لولو بتسديدة سهلة لمحمدي. وفي الشوط الثاني عطوش العروبة يسدد ولكن المحمدي يتصدى لها. العروبة أفضل، نوكو لولو يعرضها أمام الحربي، لا ينقصها إلا لدغة ولكن تنتهي دون هدف. الثنائيات الوحداوية حضرت أخيراً بين أنسلمو لإيجالو الذي توغل وسدد بين أقدام الرويلي. هدف وحداوي. إيجالو 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 يسجل للوحدة هدف الوحدة الأول. سجل إيجالو المنقذ النيجيري الفنان، وأمام فرصة أمام المرمى. لا يمكن أن يضيع مثل هذه الفرص، لا يمكن أن يضيع مثل هذه الكرة. تمريرة من أنسيلمو عند النسر النيجيري، سجل إيجالو وتقدم الوحدة في الربع ساعة الأخير في شوط المباراة. الخطأ الغريب من المدافع العرباوي مشعل الرويلي يهدي الكرة على طبق من ذهب للبديل الوحداوي نواف العزيزي الذي يسددها هدفا ثاني في المرمى الخالي. ثاني للوحدة 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 ثاني بعد هدية مشعل الرويلي. مشعل يهدي الوحدة هدف الثاني وهدف الانتصار للاعب البديل لسه داخل هدف وحداوي. انتهى اللقاء بانتصار الوحدة بهدفين دون رد ليعلن تأهله للدور ثمن النهائي.